البقالي مؤسسة الحقيقة النسائية للحرة الشعبية. أولاً كان شكر للسفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي على هذه الاستضافة الكريمة، وعلى من خلالها كنا واحد جولة وطنية حول المدن المغرب. كانت السهرة الأولى في مدينة طنجة، والثانية في مدينة تطوان، والثالثة في الدار البيضاء، والثالثة نسك مع أهل وجدة، أهل وجدة الرائعين الملوعين المحافظين. فلنا الشرف اليوم حضرنا مع هذا الجمهور الرائع ديال وجدة، وقسمنا مع هذا الجمهور الرائع ديال وجدة الذواق اللي دائما كنفتخروا به سبحان الله. وهذا العمل احنا طبعا الفرقه الفرنسيه قدمت وصله ديالها، والمجموعه درهم بقالي وصلت من قدمت وصلت من الفن المدني السماء والحضره الشعبيه، والختام كمل واحد الثمره من العمل اللي اشتغلت عليه انا مع هذا الفريق ديال فرنسا، بالخصوص الفنانة المطربه اليس جاون عندي العامل السنه المنفرطه، فطلبوا مني أن يتعلموا علم الحضرة الشبشانية والطبيعة والمقاربة ديال الحضرة الشبشانية. فاستجبت لهذا النداء وعلمتهم واحد الأسبوع في شمال المغرب، والآن رجعوا. فكانت الجولة وكنختموها دائما بهذه الثمرة بهذا العمل اللي الحمد لله استفدوا وتعلموا منه. هذا هو الهدف، نشر الثقافة ديالنا المغربية، نشر التراث ديالنا المغربية، ونحبوه من جميع الأجناس في العالم. هذا هو الهدف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.